اهي قدام حضراتكم حاجة كده غريبة وفك وحاجة زي كده. احنا عايزين نفسر بس الموضوع ده، يعني هو قدام في فك اهو ظهر معانا، فك واسنان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. احنا النهاردة معانا حاجة غريبة، يعني في شيء لقيناه موجود هنا في مزرعة الخير مرمي في الأرض. هي حاجة مدورة كده، احنا يعني أخذ الأصدقاء بنسأل اللي عنده أي تفسير، أي تفسير للموضوع ده يقول لنا. والله هي عبارة عن حاجة كده ملفوفة، كرة قطن، هي شبه كرة القطن، زي كرة زي ملفوفة بشعر، تمام. يعني هي قدام حضراتكم حاجة كده غريبة، لما تتفتح من جوه لقيها، لقى جوه منها عظم، يعني لحاجة كانت زي كائن حي مكتمل، يعني زي عظم وفك وحاجه زي كده. احنا عايزين نفسر بس الموضوع ده، يعني اهو قدام حضراتكم، اهو قدام حضراتكم فكنا دي كده، اهو فكناها كده، ده كده عظم قدام حضراتكم، في فك اهو ظهر معانا، فك واسنان، اهو فك واسنان دي حاجة برضو. وانت بص دي برضو، طب اهو هنا برضو بس عشان برضو نفس النظام هنا برضو، اهو بص اهو اديني بفوق بنزل برضو المحتويات اهو، وده فك اهو، فك الكائن حي مكتمل. يعني هي حاجة سبحان الله، حاجة يعني مثلا نقول حاجة ملفوفة ما نعرفش، وده برضو زي عمود فقري اهو مكتمل، وده يعني اجزاء عظم الكائن حي موجود كان ملفوف، وهو العظام بتاعته كانت مندثره في اللي هي الماده القطنيه. برضه نفس النظام اكتر من واحده يا اخوانا، هي عباره عن كره صغيره كده، تعتبر كره زي القطن او كره شعر حاجه كده. بص ادي فك اهو، اهو بص يا اخوانا، دي واضحه يعني، وهنطلع اهو الفك، اهو ادي الفك اهو، حاول برضو اهو ادي اسنانه اوكي. فبرضو نفس النظام برضو نفتح دي بس يا دكتور، الاسنان اللي ظهرت اهو، ادي برضو اهو اخوانا، اهو اسنان، برضو اسنان برضو نفس النظام برضو اهو، برضو دي كده. في رواية بتقول، بس احنا مش عايزين برضو نعرف المشاهدين طبعا، يعني بس الرواية برضو يعني برضو اجزاء عظميه برضو موجوده. طب وادي فك اهو، في حد أهو. كان بيقول اهو ادي فك اهو، اهو زي فك اهو يا اخوانا، بصوا اهو فكوك، ادي كده فك، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ثلاث فكوك اهو يا اخوانا، احنا مربين يعني، كل ما نطلع منها اهو حاجة يعني. اهو ادي فك اهو، ادي فك رابع اهو، اهو خليها هنا يا دكتور، اهو كل ده من ايه، من حاجه كده غريبه سبحان الله. دي بقى حاجه غريبه، بص اهو استاذ احمد، اهو بص فكوك اهي، كل ده عباره عن فكوك طلع. احنا عايزين نعرف بس القصه دي، احنا اخوانا في حد قال ان دي فضلات كائنات، لا يعني ما بنقدرش، بس معلش دي حاجه قطنيه، يعني معلش دي حاجه قطنيه الملمس اهو، بص يا اخوانا دي حاجه قطنيه الملمس موجوده هنا. فسبحان الله، ده يعني احنا بنسال لو حد عنده تفسير يقول لنا ده ايه. اهو برضو بناكد لكم اهي الحاجات موجوده اهي، يعني سبحان الله ده شيء غريب. وزي ما انتوا اتعودتوا معانا ان احنا اي حاجه بتقابلنا غريبه او مثيره او فيها اثاره او تساؤلات احنا بنعرضها عليكم عشان نعرفها مع بعض. لو حد عارف يوصل للكلام ده ايه او ده اساسه ايه، احنا مستنيين الرد في التعليقات. اشكركم جدا.